شوف يا كريم، خلينا نقول سريعا جدا. احنا طبعا هنتكلم بشكل اكثر تفصيلا في الفقره طبعا الحواريه، ولكن بطبيعه الحال اي حد في اي منبر اعلامي، وخاصه لما تيجي تتكلم عن النادي الاهلي، فاكيد احنا لازم هنعلق وهنتكلم عن المباراه. مش هنطلع نقول ان احنا كان حظنا وحش، ومش هنطلع نقول يا كريم ان احنا لم نوفق، ومش هنطلع نقول ان احنا يعني ما كانش عندنا اخطاء، ولا هنقول ان احنا اهدرنا فرص. لا، كل ده احنا عملناه على فكره، كل ده احنا عملناه. بس اسمح لي اقول لك على حاجه، النقطه وكلامي هيكون موجه هنا مش لجماهير الانديه المنافسه، كلامي موجه هنا للقله اللي حرام عندها مشاكل، يعني شخصيه، عندها مشاكل شخصيه. كلامي موجه للناس دي، فالناس دي بنرد عليهم بالتالي. لان امبارح كان في زيطه وانتوا رابع العالم. انت متخيل الجمله لما تيجي حد يعارك يقول لك ده انت رابع العالم؟ انت متخيل الجمله في حد ذاتها مضحكه، يقول لك انت رابع العالم، هو انت كنت عايز تكسب؟ هو انت حلمك مش عارف ايه؟ وانت نفسك تبقى عالمي؟ لا، هو بالمناسبه هو انا عالمي. انت مين؟ انا النادي الاهلي، انت مين؟ هو ده السؤال. فانا نفسي حد من القله اللي انا بتكلم عنهم وكلامي موجه ليهم تحديدا، انتوا مين؟ يعني انت بتيجي تتكلم عن النادي الاهلي، انت عارف تاريخ بطولات النادي الاهلي ايه؟ ارصدهم لك دلوقتي افريقيا ومحليا وعالميا وغيره، ارصد لك الارقام دلوقتي، ولا انت عايز ايه؟ يعني بس عشان الواحد يبقى فاهم. فلما تيجي تتكلم حتى اتكلم بمنطق عشان محدش يضحك عليك. انت احنا واخدين دوري 42 مره يا جماعه، كاس 37 مره، كاس السوبر 12 مره وغيره وغيره وغيره، دوري ابطال افريقيا 10 مرات. يعني انت بعيد عن اقرب منافس ليك بخمس القاب، ثلاث برونزيات مونديال انديه، وبطولات كتيره قوي الواحد بس عشان الوقت مش هيقدر ان هو يرصدها لحضراتكم. فانت جاي تكلمني في ايه؟ انا عندي اخطاء اعالجها، انت مالك؟ يعني انا عندي اخطاء، وامبارح كان في اخفاقات ودمنا اتحرق في حاجات كتيره، ان احنا نستحق افضل من ذلك، مش عشان حاجه تانية. انت تستحق يا كريم افضل من ذلك، فده عشان كده احنا كنا متضايقين. لكن انت مين؟